اهلا وسهلا بيكم في اونبوردنج فيديو لي انسيجن اكاديمي. الفيديو ده خاص ب سمستر 4 سنه تانية كليه طب جامعه الزقازيق. انا احمد صفوت سوليوشنز مانجر في انسيجن, وفي خلال الفيديو ده هنتكلم عن الناس اللي هي اوريدي عندها اكونت اوريدي استخدمت انسيجن قبل كده. هنعرف في خلال الفيديو ايه هو الكود الجديد الخاص بسمستر 4 وازاي نقدر نضيفه على الاكونت بتاعتنا. لو ما عندكش اكونت ممكن يبقى في فيديو تاني للناس اللي اوريدي ما عندهاش اكونت فيها طريقه التسجيل من الاول. برضو ميك شور ان الاكونت اللي عندك ده يبقى بالاوفيشال ايميل, تمام, الايميل الجامعي بتاعك اللي هو بينتهي ب .zu.edu.eg, تمام. فلو ما عندكش الاكونت بالايميل ده يا ريت ترجع تاني للفيديو الكامل وفي طريقه التسجيل من اول وجديد باستخدام الكود برضو بتاع سمستر 4. خلينا نبتدي ازاي نقدر ندخل على انسيجن وازاي نقدر نغير الكود للناس اللي اوريدي عندها اكونت. طيب احنا طبعا بنفتح جوجل ونكتب في السيرش انسيجن اكاديمي او انسيجن دوت كير, بتطلع لك بيج زي اللي قدامنا دي بالظبط. بيبقى فيه تو ايكون على اليمين كده اللي هي ساين اب ولوجن. لو التو ايكونز مش ظاهرين بتلاقي فيه ثلاث شرط كده, كليك عليهم هتظهر لك التو ايكون. طيب الناس اللي اوريدي عندها اكونت بنكليك على لوجن, بعد كده بيجيب لك اللوجن بيج اللي هي السكرين شوت اللي على الشمال دي, ويبقى فيه مطلوب منك الايميل والباسورد, تمام. بتكتب الايميل اللي هو الايميل الجامعي بتاعك والباسورد بتاع الاكونت بتاع انسيرشن. طيب بتعمل لوجن, لو ناسي الباسورد بتكليك على فورجات باسورد وبيفتح لك بيج فيها مكان تكتب الايميل بتاعك. بتكتب الايميل وتكليك على ريسيت, تمام. المفروض بيبعت لك رساله على الايميل بتاعك فيها لينك علشان تعمل باسورد جديد. بتعمل الباسورد بعد كده ترجع تاني تعمل لوجن بالايميل والباسورد الجديده بتاعتك وتعمل لوجن. وانس ان انت بتعمل لوجن سواء عملت ريسيت باسورد او اوريدي عارف الباسورد بتاعتك, بتفتح البيج الهوم بيج بتاعت انسيجن وفيها مجموعه الايكونز اللي هي كورسز واناتومي وتست واكونت, تمام. تكليك على الاكونت ايكون, بعد كده بتظهر لك بيج تانيه فيها ايكون اسمها تشينج سيتنجز ويز كود. تكليك عليها بتظهر لك ويندو كده وفي مكان تكتب الكود. هتكتب الكود ده الكود الخاص بسمستر 4, تمام. هنكتب الكود زي ما هو بالحروف الكابيتال والارقام اللي فيه. الكود هو E كابيتال 7, D كابيتال 3, D كابيتال 8, تمام. طيب بعد ما بنكتب الكود بنكليك على اكتيفيت, بيقول لك يو هاف بين ادد لسمستر 4 بروجرام, اوكي. طب لو طلع لنا ايرور قال لنا الكود اوريدي اكتيفيتد, ده معناه ان الكود اتضاف برضه, خلاص مفيش مشكله, اوكي. طيب في بس اخر حاجه, طبعا لو قابلتنا اي مشاكل سواء بنغير الكود او بنستخدم انسيجن او عندنا اي استفسار نتواصل من خلال الفيسبوك بيج اللي هي انسيجن اكاديمي ميدل ايست اند افريكا. ابعتوا لنا بس مسج وقولوا لنا ان انتوا تبع جامعه الزقازيق سمستر 4 بروجرام وان المشكله اللي عندك, ويا ريت لو سكرين شوت عشان نقدر نحلها على طول, اوكي. طيب في بدل برضو لو احنا مش عاملين شورت كات لانسيجن ممكن نعمل شورت كات عشان يبقى عندنا ايكون وسط الابلكيشن بدل ما ندخل على جوجل ونسيرش عليه والكلام ده كله. طيب لو معانا موبايل اندرويد الجزء اللي على الشمال من السكرين, بندخل من جوجل كروم بعد كده بندخل على انسيجن وهنلاقي فيه ثلاث نقط كده يمين او شمال فوق, كليك عليها واختار اد تو هوم سكرين او اضافه للشاشه الرئيسيه, تمام. بتكليك عليها وبعد كده تعمل اضافه او اد, هتلاقي انسيجن بقى ليها ايكون وسط الابلكيشنز بتاعتك. لو معانا موبايل ابل او اي او اس بندخل من سفاري, لازم سفاري, بندخل على انسيجن بعد كده بنلاقي فيه شير ايكون اللي هي مربع وخارج منها سهم, كليك عليه واختار اد تو هوم سكرين او اضافه للشاشه الرئيسيه برضه واعمل اد, هتلاقي انسيجن بقى ليها ايكون وسط الابلكيشنز بتاعتك. طيب اخر حاجه دلوقتي كده سريعا هنشوف على الويب سايت ايه ال من على الويب سايت ايه ازاي نقدر نغير الكود وايه البروجرام اللي مطلوب مننا, تمام. طيب اول حاجه طبعا ده الاكونت بتاعنا, بندخل على اكونت ايكون تشينج سيتنج كود وتكتب الكود الجديد هنا, اوكي, وتكليك على اكتيفيت, اوكي. طيب ميك شور ان الايميل بتاعك اللي هو الايميل الجامعي, لو مش الايميل الجامعي ده بتاع الاكونت يا ريت تسجل من اول وجديد بالايميل الجامعي بتاعك لان ده من ضمن الريكويرمنت بتاعه الجامعه. برضو الاسم لازم يكون قبليه الاي دي بتاعك, اي دي بتاع الجامعه. فلو ما كانش عامل كده برضو تكليك على الايكون دي بعد كده اديت ماي انفو وتغير الاسم بتاعك, مثلا تكتب قبل ميك شور ان انت بتسلكت الكونتري ايجيبت والديسيبلين والرول ممكن اذرز, ما بتغيرش في حاجه في الاكونت, وتكليك على سيف, هيبتدي سيف الاسم الجديد بتاعك, اوكي. طيب عشان نوصل بقى للبروجرام بتاعنا بتكليك على كورسز بعد كده بروجرامز بعد كده سيرش بالزقازيق, هتلاقي فيه تو بروجرامز اللي هو الستودنت سيلكت كومبوننتس, تمام, والبروفيشنال براكتس.
هتدخل عليهم هتلاقي الكورسز اللي مطلوب مننا ان احنا نخلصها، بنخلصها بنفس الطريقه اللي احنا عارفينها، نخش ونشوف الفيديو ونقرا الاوبجكتيف والستابس والكلام ده كله، بعد كده ندخل على التست، ولازم نجيب اكتر من 70% عشان نقدر نباص التست وننزل الشهاده. نقدر ننزل الشهاده كمان من التست ايكون دي، كل الشهادات بالسكور بتاعك بعلامه الداونلود. تمام، لو عندنا اي استفسار زي ما اتفقنا ابعتوا لنا على الفيسبوك بيج اللي هي انسيجن اكاديمي ميدل ايست اند افريقيا. شكرا لكم، بالتوفيق ان شاء الله.